السلام عليكم، معكم هشام التلمودي، تابعوني على لاباز.ma. المشروع اللي نوريك بلادي هو بلوارة الموروث الثقافي المغربي، لبعض الطبوع المتداولة في المغرب واللي غني المغرب بالتنوع ديالها وبالكثرة ديالها. فالحمد لله كان فاتحة خير عليا، كان انه قدرت انني قدر يوصل للناس، قدر الناس تستحسنوا وتحبوا، قدرت انني نشارك به في محافل دوليه. هو ثمره ديال جهد كبير ديال واحد البحث ديال 4 سنوات مع واحد المجموعه الاخوان ومع الناس في الميدان، كون في الاخر هذه الثمره وهذا المنتوج هذا اللي هو عباره عن مزيج ما بين التراث المغربي والموسيقى العالم، برؤية جديدة، بكرياسيون جديدة، بألحان جديدة. هذا هو مشروع أجي نوريك بلادي، اللي هو متكون من 9، الألبوم متكون من 9 معزوفات، كل معزوفة تتمثل طبع من بعض المناطق المغربية. الأعمال الجديدة اللي إن شاء الله تنتمنوا أن تروق للجمهور الكريم، منها انتقينا أنه نختاروا معزوفة أقوال سوس اللي هي بلورة للفولكلور أحواش لمدينة تفراوت من الألبوم الأول، باش نعملوا لها فيديو كليب. فالفيديو كليب كان من المفروض أنه ينزل يوم 23، ولكن لظروف يعني الحاجات تقنية خاصة تبتل، ارتأينا أنه نخرج شوية باش ننزلوه في المستوى المطلوب. الكليب هو من إخراج الفنان سفيان مويزغ، تدارت فكرة جديدة إن شاء الله غادي نخليوها مفاجأة للجمهور الكريم حتى يكتشفها. مشروع اجي نوريك بلادي جوج اللي هو غادي ينزل على بطريقة دي سينجل، هو ألبوم تكون من 6 معزوفات، ولكن غادي ينزلوه اما بوحده اما بجوج بجوج، بس كل وحده تاخذ حقها. هاد المعزوفات فيها بعض الطبوع، تطرقنا لبعض الطبوع اللي ما تطرقنا لهش في الألبوم اجي نوريك بلادي الاول، منها الملحون، منها الرقادة، منها الموسيقى الإلكترونية اللي مزجناها مع العزف. فإن شاء الله يروقكم ونكونوا ديما في المستوى المطلوب. بالنسبة لفيزا فور ميوزيك، فيزا كيمتى نقول ديما أنا حريص باش نكون حاضر فيها، لأن هي اللي تتفتح لي بزاف الأبواب وتتخليني نتواصل ونكون دائما حاضر مع لي بروفيسيونيل ومع الجمهور الكريم، كما انها تتفتح افاق، تخليك توسع المعارف ديالك باش تقدر انك توصل الفن ديالك ولا تبارطاجيه مع ناس، ممكن تتيح لك فرصه انك تدير شراكات وكولابوراسيون ولا مع دي بارتناريا مع دوتر ارتيست